بعطيه والسبب فيه من نعم والسبب اللي حصل شوف اهلها هملوها البنيه قدام قلت لها والسبب اللي حصل من اهلها هملوها والغشيمه اذا كبرت تسوي قضيه بتورط مع غشمان ما يعرف قدام قلت لها والسبب اللي حصل من اهلها وايام عدت شقيه اهلها بالعمد وعيالها حنطاها كان فيها مرض من بعد ما هي قويه شهر كامل ونص من سدنا حق جباها. سلام يا طالب. ايش قال يا عم طالب؟ اختلاف الزمن والايام عدت شقيه اهلها بالعمد وعيالها حنبوها. اختلاف الزمن وايام عدت شقيه بالعمد اهلها وعيالها حنبوها. القضاء والقدر ملحوظ منه نحية القضاء ملحوظ منه نحية بحثكم له وبحذر على الذي بهدلوها القضاء والقدر ملحوظ منه نحية بحثكم له وبحذر على الذي بهدلوها والعزايم قوى والناس عطيل دي السنة باتجي خلاصة وباتشكروها دي السنة باتجي خلاصة والناس عطيل لا تدعون قدام الخلق الرجال بعهد والغير جو اشتروها بالنجوات مع المغربية باعها المدعي والغير جو اشتروها دائما في عطش والما في الزمزميه لو تبكاس واحد منهم ما انت الاجواد قد راحت مع المغربيه باعها المدعي والغير جو واشتروه لا راد رب البريه عادهم في القماش الزين بيلبسوها لا صلح شانها بتسار فوق القدية كأنكم من عيال ابليس لازم حم بينقلونها لأراد رب البرية عادهم في القماش الزين يلبسوها لا صلح شانها بتسار فوق القدية كأنكم من عيال ابليس لازم حموها بينقلونها لأراد رب البرية بينقلونها لأراد لازم حموها ولا غبي حصل القادرية من كتب له من الله حصل القادرية والشياطين والحساد ما حصلوا من كتب له من الله حصل القادرية والشياطين والحساد ما حصلوها يا ابن عمي وابن خالي
نعم. وابن الخال دي فيك فيه يا ابن عمي، وابن الخال دي فيك. ابن الخال دي فيك فيه. هذه الدار صلحوها وانتم بنوها. يا ابن عمي وابن الخال دي فيك فيه. هذه الدار صلحوها وانتم بنوها. مكتوب لها من الله. حصل القادرية والشياطين والحساد ما حصل. الكفف عاده ما جاتنا مستوية. الكفف عاده ما جاتنا مستوية. والسقايه ما عاد تنفع لحدنا الشفاها. لحمة الضيف ما نجحت على الصخر نيه. داخل القدر ذي قلنا بحكمة شوها. نعم نعم طيب نعم تعالي. وينكم وينكم يا اهل الصروع بالوفيه عز والبن سد الناس اللي انتم تب. وينكم وينكم يا اهل الصروع الوفيه عز والبن سد الناس اللي انتم لا تخلونها غابين ذيه وذيه ارفعوا راسها لا كان عدكم تب. خلوا البنت تتصرف بحسب الهويه. خلوا البنت تتصرف بحسب الهويه. في المحب تعرف حاجات ما تعرف. خلوا البنت تتصرف بحسب الهويه. في المحب تعرف حاجات ما تعرفوها. لو بغت شخص صومالي يتروح عشيه المهم يرخص الاكلات ذي توكل. خلوا البنت تتصرف بحسب الهويه. دور على البياع والذي اعطوها. يا اخوي اثبت ان النومي ما يسوي شويه. الله يعول يعول. وسعوا الحلقه يا جماعه. وسعوا الحلقه الحلقه. وسعوا العمل للمقاصد قال صل بيته. وين درس المنصب كل الشعار يتغنوبه ايده كما جذور الارض وصلت مشرقها وغربها. والخالق كلهم يشكروا خيراته الوفيره. ونحن عياله لو طلب اعطيناه الارض وما فيها. جبت عمالها من كل حافه وديره. يا علي في بلد ميروس عندي تجارة جبت عمالها من كل حافة وديرة. نعم والعمل من عمل داخل الشركة دفعنا إيجارة من عمل داخل الشركة دفعنا إيجارة. نعم والعمل لزوال الشمس ذي فضة. لزوال الشمس دي في الظهيرة حد موظف في المكتب وحد في الإدارة. نعم حد موظف في المكتب وحد في الإدارة. نعم هكذا طبعنا لأن العقول كبيرة. والذي لا عمل ساعة ويطوي الدارة ما كده واحد الثاني والتبان غبنا هو. يا علي